المجال ده. في مسألة، معلش انا حكيت انتخاب الرئيس ليه يا جماعة؟ ما طيب ما حتكلم فيها، بس هاي ما لا أوزيع سر. إذا قلت إنه يعني شيء الغالب كذا، الغالب كذا إنه ما بقولش حسن إنه الرئيس يعاد يعني يعاد انتخابه يعني، لأنه يا جماعة في حاجة في تقدير خارجي، في شيء خارجي يعني، في ثلاثة معادلات: في معادلة خارجية خارج السودان، في معادلة داخل السودان، وفي معادلة داخل المؤتمر الوطني. في معادلة داخل المؤتمر الوطني، المعادلة الخارجية صح يعني تقريبا 90% الرئيس ما مفروض يجي، لأنه يعني المحكمة الجنائية الدولية مسألة إنه المدة طالت 30 سنة، مزايد كثيرة، الشبيه له ذاته بيجي بسيط يمكن وكذا. لكن معادلة السودان قامت يعني بدون المؤتمر الوطني ما يبدا، قاموا المبارح الصوفيه، قاموا ناس احمد بلال، وقاموا لا قاموا المهم المعادله الداخليه بتاعت انه منو يعني، انه هل الرئيس هو الخيار ولا البدائل له الاخرى الموجوده هي الخيار، برضه بتعمل ترجيحات معينه. يعني انت ما خلاص انت ما بتتكلم عن انه الدستور ده يعني زي ما قال، ما زي ما قال حميد الليله ما منزل يعني الدستور ده. حميد قال الليله قال انه الدستور ده ورقه يعني ما عملناه ممكن نعدله. فيبقى انت عندك معادلات داخل المؤتمر الوطني هي بترجح انه يعني ما بتفترض انه الدستور بيمنع، بتقول انه هل البشير ولا مثلا علي عثمان ولا نافع ولا بكري ولا كده وطبر يعني. فبرضه عندها معادلات الداخليه والمعادلات انه منو حيقبل بيه باقي القوى السياسيه الموجوده واستمراريه الحوار الوطني والقضايا المطروحه وغيره وغيره. فغايه القدر يعني حيمضي يعني سواء القدر حيمضي في المسألة دي، والناس بعد ذاك يقول الله غالب. الطواري طبعا يعني دي مشكلة داخلية بتاع المؤتمر الوطني، حكاية الطواري وحل المجلس مثلا بتاعي يعني، دي واحدة من المشاكل يعني، حاجة داخلية في المؤتمر الوطني.